فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني كانت أولى متطلبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي بعضها ببعض. ومن هنا جاءت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي نشأت بشكل طوعي وتلقائي من خلال حوار مجتمعي موسع. تشكل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم يتعارض مع وجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة للحماية الاجتماعية بحكم الدستور والقانون. فالتحالف يستهدف جميع الكيانات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ولذلك يضم جامعة القاهرة بمستشفياتها كافة بيت الزكاة والصدقات المصري، وهذه كيانات بحكم القانون لا يمكن أن تدخل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أما عن الإمكانات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فالتحالف يتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا، ويتواجد التحالف في 27 محافظة بما في ذلك المناطق الحدودية والنائية كافة، ليصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مستويات التنظيم الإداري كافة، وذلك من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكا لمؤسساته وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة وحوالي 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية. أما بشأن الموارد البشرية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فيضم التحالف نحو 18600 موظف وعامل داخل مؤسساته ونحو 251,000 متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022. وإلى الأهداف الاستراتيجية لخطة التحالف 2023، فمنها ضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة التحالف وتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا. وخلال عام 2023 نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم دعم نقدي شهري ل 400,000 أسرة بإجمالي 1,300,000,000 جنيه، كما تم تقديم دعم نقدي موسمي لمليون أسرة بإجمالي تكلفة 600,000,000 جنيه. وبشأن الرعاية الصحية، فقد نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم رعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لنحو 1,000,000 مريض بتكلفة 1,700,000,000 جنيه، وتقديم رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لخمسة ملايين مواطن بتكلفة 170,000,000 جنيه. كما تم دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة 260,000,000 جنيه. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال عام 2023 قام بتوفير 30,000 مشروع جديد بتكلفة 750,000,000 جنيه، إلى جانب تقديم فرص تدريبية وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8,000 فرصة عمل.